أيوب، أنت كنت موجود في فضة الاعتصام، ما الذي حدث بالضبط؟ نحن يوم 3 يونيو اللي هو قاعدين في ميدان الاعتصام حوالي الساعة 12 صباحاً 3 يونيو، سمعنا مجموعة كبيرة جداً من المعلومات إنه في قوات جات حاوطت ميدان القيادة العامة. جانا هجوم كثيف وضرب نار كثير شديد، يعني من أي اتجاه أنت بتسمع صوت زغيرة. شفت ناس بتتضرب، شفت ناس واقعة في الأرض دمها سايح، شفت أنا شخصياً تعرضت لانتهاكات ضرب، تحرش، تعدي بألفاظ يعني نابية. من الانتهاكات اللي برضو ظهرت لنا لاحقاً اللي هو الناس اللي زقلوهم في البحر، ربطين بقرعينهم بيطوب ومجدوين في البحر، برضو من الانتهاكات اللي هو الناس المختفيين خسراً. ليه الآن نحن ما عارفين هل هم ميتين ولا حيين ولا موجودين ولا في التعذيب؟ كل شوية والتاني بتصهر، يعني بيصهر لك مختفي مثلاً في حالة نفسية كعبة، أو بيصهر لك مختفي وهو مستشهد.